السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي، ترم 1 الترم الأول. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرات اللي فاتت الشرح حتى نهاية شابتر 1، والنهاردة هنبتدي نشرح شابتر 2 الفصل الثاني. taking care of me، taking care of me اخذ العناية مني، ان انا بعتني بحد تاني. taking care of يعني الاعتناء بي، لما حد بيعتني بحد ده اسمه taking care of. لكن لما اقول taking care of me يعني حد بياخد مني انا العناية، انا اللي بعتني بحد تاني. taking care of me. واول page في chapter 2 page 29 او صفحة 29 وعنوانها Noor's growing family. Noor's الاس هنا طبعا اس الملكية. growing family، growing يعني بينمو يعني بيكبر يعني متنامي. family family يعني أسرة. Noor's growing family، أسرة نور المتنامية، أسرة نور اللي بتكبر وبتنمو. ومكتوب هنا follow along as the teacher reads aloud. follow اتبع، along as جنبا إلى جنب، the teacher reads aloud يعني المعلم بيقرأ بصوت عالي. يبقى follow along as the teacher reads aloud، اتبع جنبا إلى جنب والمعلم يقرأ بصوت عال. يبقى أنا هقرأ التكست وانت هتقولها ورايا مرة واثنين وتلاتة علشان تبقى عارف تقرأ الجمل بشكل سليم. هنا أول حاجة مكتوبة نور بتسلم علينا وبتقول لنا hi again. hi again يعني مرحبا مرة أخرى، ازيكم يا جماعة مرة تانية. hi again. I have exciting news. I have أنا لدي exciting مثير news news أخبار. I have exciting news لدي أخبار مثيرة. Hi again. I have exciting news. My aunt إحنا قلنا أي حاجة نقول عليها my هي بحاجة بتاعتي، حاجة تخصني، حاجة related to me متعلقة بيا. aunt طبعا aunt يعني عمة أو خالة، يبقى my aunt عمتي أو خالتي just had a baby. just had a baby رزقت بطفل، ربنا اداها طفل بقى عندها نونو جديد. my aunt just had a baby عمتي أو خالتي رزقت بطفل أو بمولود جديد. I have a new cousin. I have أنا أملك، أنا لدي a new new جديد cousin cousin اللي هي ابن أو بنت العم أو العمة أو الخال أو الخالة. يبقى هي عندها new cousin، يبقى عندها ابن أو بنت عم أو خالة. مرة كمان hi again. I have exciting news. My aunt just had a baby. I have a new cousin. hi again. I have exciting news. My aunt just had a baby. I have a new cousin. وزي ما احنا شايفين في الصورة يا أصحابي، نور أهي واقفة مع her aunt اللي هي عمتها أو خالتها، وعمتها أو خالتها ماسكة new baby فعلا أو طفل جديد لسه مولود، وبتعمل له feeding كمان أو بتأكله. ومكتوب تحت الصورة دي she is so small. يبقى she is so small هي صغيرة جدا. يبقى المولود الجديد أو النيو بيبي ده بنت مش ولد. she is so small. so يعني جدا، بتساوي كلمة very أو جدا برضو. she is so small هي صغيرة جدا. she is so small هي صغيرة جدا. she needs هي تحتاج a lot of help. a lot of help a lot of help مساعدة بشكل كبير. يبقى مرة كمان she is so small she needs a lot of help. she is so small she needs a lot of help.
ومكتوب كمان how do you think, how كيف do you think أنت تعتقد I can help her, I can أنا أستطيع help her أن أساعدها. أنت ممكن تعتقد إزاي أقدر أساعدها. How do you think I can help her? How do you think I can help her? I want أنا أريد her to stay safe. أنا عايزاها to stay safe إن هي تظل آمنة and healthy and healthy وبصحة جيدة. I want her to stay safe and healthy. I want her to stay safe and healthy. وبكده نكون انهينا page 29 وعرفنا ازاي نور بقى عندها new cousin. ونتنقل للpage اللي بعد كده, خليكم معايا ونوصل لpage number 30 او صفحة رقم 30 وعنوانها The baby's life cycle. The baby's life cycle, دورة حياة المولود او دورة حياة الطفل الرضيع. Draw, ارسم. Pictures, صور. To show, لتوضح. How, كيف. Noor's cousin, بنت خالة أو عمة نور. Will grow, سوف تنمو. And change, وتتغير. Draw, ارسم. Pictures, صور. To show, لتوضح. How, Noor's cousin, كيف إن بنت عمة أو بنت خالة نور. Will grow, سوف تنمو, and change, وتتغير. فمطلوب مننا هنا أصحابي إن احنا نرسم صور توضح اللايف سايكل بتاعة البيبي أو المولود أو الطفل الرضيع, وتوضح لنا إزاي احنا بنتولد صغيرين خالص وبعدين بنكبر شوية ونقدر نتحرك لوحدينا, بيبقى اسمنا في الحالة دي child أو طفل, وبعدين بنكبر شوية كمان بنبقى adult او بالغين, النمو بتاعنا كمل, وبعدين بنكبر كمان شوية في السن وبنبقى كبار السن عواجيز يعني. فاول حاجة بنتولد بيبي زي ما موجود في الصورة دي, بنبقى صغيرين لسه مولودين طفل رضيع, ده اسمه بيبي يعني طفل رضيع لسه مولود. بعدين في الصورة دي زي ما احنا شايفين قدامنا بنكبر شوية وبنبقى أطفال برضو بس نقدر نتحرك لوحدينا ونروح ونيجي, ده اسمه child يعني طفل بنقدر نتحرك ويروح ويجي. بعد كده بنكبر كمان وكمان لغاية ما بنبقى كبار وجسمنا ونمونا بيكتمل وبيبقى اسمنا في الحالة دي adult يعني كبير يعني بالغ زي بابا وماما كده. بعدين بنكبر كمان شوية في السن وبنبقى كبار السن أو elderly person أو شخص كبير في السن, شخص مسن, شخص عجوز يعني. يبقى مرة كمان baby child adult elderly person. وبكده نكون عرفنا اللايف سايكل او دورة الحياة الخاصة بالبيبي او بالمولود او بالطفل الرضيع. ونتنقل للبيج اللي بعد كده, خليكم معي ونوصل لبيج 31 أو صفحة 31 وعنوانها Baby Birds. الأطفال أو المولودين, الطيور المولودة الجديدة, الطيور اللي لسه مولودة. Baby يعني طفل لسه مولود أو رضيع, وBird يعني طائر, Birds يعني طيور, يبقى الطيور اللي لسه مولودة Baby Birds. ومكتوب هنا follow along اتبع جنبا الى جنب as the teacher reads مع المعلم وهو يقرا. فانا هقرا الكلام المكتوب وانتوا هتقولوه معايا بعد كده بحيث ان احنا نتدرب ازاي نقرا لوحدينا بعد كده.
في أول صورة يا أصحابي موجود فيها نست أو عش من أعشاش الطيور، وموجود فيه حتى طائر صغير لسه خارج من البيضة بتاعته، ومكتوب جنب الصورة دي at my home، at my home يعني في منزلي، في بيتي، at في my home منزلي أو بيتي. I can see another baby. I can أنا أستطيع see أن أرى another آخر baby مولود. I can see another baby أنا أستطيع أن أرى مولود آخر. At my home I can see another baby. مرة كمان. At my home I can see another baby. These babies are living in a nest. These هؤلاء babies، babies المولودين أو لسه مولودين، are living يعيشوا in a nest، in a nest في عش. These هؤلاء، ودي طبعا للإشارة لجمع مجموعة من الأشياء أو مجموعة من الأشخاص أو الكائنات موجودة في مكان قريب مني، في الحالة دي بقول عليهم these. وطبعا في عندنا درس خاص بأسماء الإشارة بيوضح الفرق بين كل اسم إشارة والتاني، تقدروا تتفرجوا عليه هيفيدكوا كتير، وفي كمان حل أمثلة كتير على الدرس ده. يبقى these babies هؤلاء المولودين are living يعيشوا in a nest في عش. They are birds هم طيور. They are birds طيور. يبقى مرة كمان. At my home I can see another baby. At my home I can see another baby. These babies are living in a nest. They are birds. مكتوب في التكست التانية yesterday يعني بالأمس، يعني امبارح. There were كان هناك، there هناك، where كان، there were كان هناك three eggs ثلاث بيضات. In the nest في العش. يبقى yesterday there were three eggs in the nest. Yesterday there were three eggs in the nest. Now الآن I can see أنا أستطيع أن أرى three new baby birds ثلاث صغار طيور جداد. Now I can see three new baby birds. Now I can see three new baby birds. وموجود في الصورة التانية يا أصحابي الطيور الصغيرة دي وهي موجودة في النست بتاعها أو في العش بتاعها، وأمهم أو باباهم بيحط لهم الفود أو الطعام في بقهم زي ما احنا شايفين قدامنا. فهي بتعمل ايه؟ بتعمل taking care of them يعني بتعتني بيهم. زي ما احنا شايفين البيبي بيرد اهو فاتح بقه، والطائر الاكبر من اللي هي امه او ابوه بيحط له الفود او الطعام في بقه زي ما احنا شايفين قدامنا. ومكتوب هنا في التكست التالت ده I can see انا استطيع ان ارى the mother bird الام الطائر taking care of the babies بتعتني بالصغار اللي لسه مولودين. I can see أنا أستطيع أن أرى the mother bird الأم الطائر taking care of the babies بتعتني بالصغار. She brings هي تحضر، brings يعني يحضر، the babies food طعام الصغار، when عندما they cry هم يصرخوا، هم يبكوا. She brings هي تحضر the babies food طعام الصغار، طعام ليهم، when they cry. يبقى مرة كمان. I can see the mother bird taking care of the babies.
She brings the baby's food when they cry. I can see the mother bird taking care of the babies. She brings the baby's food when they cry. ومكتوب في التكست الأخيرة هنا she sets هي تجلس on them عليهم to keep them warm علشان تخليهم وتحفظهم في الدفا. يبقى هي بتقعد عليهم بترقد عليهم علشان تخليهم warm أو يفضلوا دافيين يفضلوا سخنين ما ياخدوش برد أو ما يموتوش. She sits on them to keep them warm. مرة كمان. She sits on them to keep them warm. I cannot أنا لا أستطيع wait أن أنتظر to watch لأرى لأشاهد the baby birds صغار الطيور grow up بيكبروا أو بينمو. I cannot wait to watch the baby birds grow up. مرة كمان. I cannot wait to watch the baby birds grow up. وبكده نكون أنهينا page 31 أو صفحة 31، وأنا هنا معاها شرح درس النهاردة. أتمنى أن أنت تكون استفدت من الدرس. لو أعجبك الفيديو أعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما أن في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.